شرفني سمو الأمير باختياري لإلقاء قصيدة حفل استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته الأولى إلى المنطقة الشرقية. أعتقد أن سمو الأمير حين اختارني كان يريد أن يتيح فرصة للدماء الجديدة. على يمناك يا دلع الوطن، حفل الحرب سلمان العرب والعالم الهمال مردوم الخيال راعد براق في عرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثناء إلقاء القصيدة كان الصمت يعم القاعة، واخترت أن أكون أن أظهر كما أنا. أنا ولدت في مدينة العمران بالأحساء، عشت في بيت دافئ وفي أسرة كبيرة. صحيح أن أمي ما كانت تقرأ ولا تكتب، إلا أنها كانت تعرف كل شيء عن الحياة تقريبا، حكمتها اللي ورثتها عن والدها، ذاكرتها المليئة بالقصص والأمثال. في المقابل الوالد النجار المخضرم، كثير كنت أروح مع الوالد المنجرة، كان على مستوى عالي من الثقافة والهيبة، لسانه ما كان يجف من الآيات، الأدعية المأثورة، الحكاية، الأشعار. بيوت عمامي كانت كلها متجاورة، كان يتوسطها طريق خاص احنا كنا نسميه البستان. هذا البستان كان حديقتي الخلفية، فيه تشكل وجداني وقابلت الأول مرة الطفلة الفاتنة ملاك. في المدرسة كنا لما نستلم الكتب، أول كتاب كنت أفتحه كتاب المطالعة، كنت فورا أبحث عن الأناشيد والأشعار، أحاول أن أحفظها أدندنها. لما أنسى كلمة مثلا من الأنشودة أتورط، فأضطر أني أسد الفجوة أألف كلمة من عندي على نفس النغمة على نفس الإيقاع. أول قصيدة كتبتها كانت يعني كنت في يمكن في الابتدائي رابع ابتدائي، كانت تلخيص لقصة إسماعيل الذبيح. حلم حليم بذبح عظيم لولد وسيم فصار سليم. يعني شوف مقدار السخافة، لكن أتمنى أني ما تعرض. بس بعض الأساتذة يخصص لي عدة دقائق نهاية كل حصة يشرح لي فيها بعض المبادئ اللغوية المتقدمة، هذه صنعت فارق كبير في تعلقي باللغة وفي امتزاجي بها. في 2007 كنت في الأول ثانوي، كنت مشدود إلى الشاشة، منذهل من قدر الفصاحة والتدفق الشعري الهادر لهذا الرجل. وكان الشاعر جاسم صحية يظهر على التلفاز في الموسم الأول من مسابقة أمير الشعراء. انتهى الموسم الأول، حصل جاسم صحيح على المركز الثالث، ما أثار سخط الأحسائيين والسعوديين بشكل عام، لكني ما أدري كيف قدرت أجيب رقمه وأرسل له رسالة أحن وأقول يا أبتي ولست تقول يا ولدي، ولكن سنة الدنيا وظن القط بالأسد. طبعا جاسم اتصل أبي فورا ودعاني إلى بيته. كلما قلمتها طالت وبتقطيعك تستسر، فقط في المشمومة من عمري ربما يمتد. دعمني جاسم وما زال هو أول من تنبأ بموهبتي وأول من كتب عني مقالة، أسدى إلي مجموعة من النصائح كان على رأسها أني ألتحق بجامعة الشعر الأحسائي العريقة منتدى الينابيع الهجرية. مؤسس ورئيس منتدى الينابيع الهجرية. قريت وتلمذت على يدي شيخنا ماذا قدم منتدى الينابيع الشاعر الأستاذ ناجي الحرز لعدة سنوات. لاحقا في 2008 كنت أحد العشرة المبشرين بالشعر في الكتاب اللي أصدره الأستاذ ناجي بعنوان شعراء قادمون من واحة الأحساء.
ابتعثت لاحقا إلى جامعة لندن لدراسة الهندسة الميكانيكية. في الحقيقة أني ما تأقلمت مع الحياة في لندن أبدا. القرية قارب والمدينة مو سفينة. القرى زي الفرح زي السكينة، والمدن زي المزامير الحزينة. سافر الفلاح وحلمه ما تغير، بس مرة ونخلة وطبيلة رائحتها نفاثة جدا، ويشتاق إليها كل مغترب من الأحساء. في 2013 تخليت عن لندن وعدت للارتباط بحب طفولتي ملاك، بنت عمي. وتخيل وين كان حفل العرس؟ في البستان، نفس المكان اللي التقينا فيه ولعبنا فيه. لما كنت أكلمها كانت تسألني: حيدر خلصت القصيدة؟ ليش داق علي وانت ما خلصت القصيدة؟ هي تقصد قصيدة رملة تغسل الماء. وطن كالقمح إن أعطيته نية الفلاح أعطاك غلاله. وفي الطائف التقيت بسمو الأمير خالد الفيصل. فازت القصيدة بجائزة شاعر شباب عكاظ في موسم السابع. قلدني الأمير بردة عكاظ بيديه. لحظتها كنت أسبح في بركة من الزهو. وهذه من القصائد اللي غناها الفنان الأحسائي القدير أكرم المطر. وطن كالقمح إن أعطيته نية الفلاح أعطاك غلالا. طبعاً أنا حولت دراستي إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لكن اللي حصل في 2015 لما تأهلت إلى نهائيات أمير الشعراء وكان لازم أسافر وأحضر المنافسات في أبوظبي، أني اضطريت أحذف فصل دراسي كامل. كان موظف شؤون الطلاب يحذرني أنه حذفي الفصل الدراسي لا يضمن لي إعادة القبول. ولما قلت أنه هذه فرصة عمر ويمكن ما تتكرر، قال: أنت بيصير شاعر وشو لا جاي تدرس هندسة؟ وبعدين إيش اللي يمنع المهندس أو الطبيب أو الخضار من أنهم يكونوا شعراء؟ أصلاً الشاعر اللي ما يتقن إلا الشعر ترى ما يروح بعيد، لأن رصيده من التجارب محدود جداً وقابل للنفاد. ثمان سنوات بعد موسم أمير الشعراء الأول حضرت في مسرح شاطئ الراحة. أنت أصغر المشاركين سناً، يعني ما هو تأثير ذلك على ثقتك بنفسك؟ لقد كتب جدي طرفة ابن العبد معلقته وقد كان أصغر مني. تماذجنا ولكني ترسبت أسفله، فمد إلي كف وأسندني إلى المخيال حتى يدونني على الأحجار تحفة، وصرت أنا الذي في النقش وهو الذي يصغي كأن النقش شرفة. من الواضح أن شغفك بالفن تسرب إلى أعماق شعرك. أخي الكريم، لقد تألقت في هذه القصيدة، شكرا لك. فأنت شاعر مستقبل، أهنئك على هذا النص. شكرا. كانت هناك لجنة تكونت في الأحساء اسمها لجنة داعم الشاعر حيدر العبد الله. وطن كالغمح إن أعطيته نية الفلاح أعطاك غلالة. حيدرنا الكبير. لم أكن أريد أن يعود خائبا. قلبك في ضلوعك لم يفتى، إذا عصفت به صح تقذفوني، فإن الحوت يشبع بابن متى. قرار الجمهور اليوم توافق مع قرار لجنة التحكيم
ألف مبروك يا حيدر العبدالله من السعودية، وتأهل للمرحلة القادمة والحاسمة. واسأل عن الهوى، أما للهوى أمر عليك ولا نهي. فهذا وأبيك الشعر، وإلا فدع. شكرا. شكرا لك حيدر، شكرا. لحظة لك. إعلان النتائج بالتأكيد كانت لحظة شديدة التوتر بالنسبة للأهل، بالنسبة للناس. والفائز يا حيدر، هل كانوا واثقين من الفوز؟ ربما لا، يعني شي فوزه وجاسم صحيح ما فاز، يعني هذا كان الهاجس الأكبر. ولقب أمير شعراء الموسم السادس وجائزة 1,000,000 درهم إماراتي والحاصل على 70% من الدرجات هو حيدر العبد الله من السعودية. مبروك يا حيدر. مبروك يا حيدر، ومبروك للسعودية حصول الشاعر السعودي حيدر العبد الله على هذا اللقب، لقب أمير شعراء الموسم السادس. حيدر، شرفت هذا المسرح يا حيدر، تفضل. نعتف الآن في مكان الإرهابي الذي فجر فيه. الصور الآتية من مسجد علي بن أبي طالب الواقع في بلدة الدياحة التابعة للمحافظة. أحداث الفوز تزامنت مع أحداث مأساوية جدا في المنطقة الشرقية، هي أحداث تفجيرات القديح. لم نستطع أن نحتفل، وما كان ينبغي لنا أن نحتفل. وقد أهديت اللقب يومها إلى أصغر شهيد في ذلك الانفجار، الشهيد الطفل حيدر المقيلي. إلا أن فرحة الفوز كانت بمثابة ضمادة صغيرة على هذا الجرح الكبير. أهم تكريم حصلت عليه بعد أمير الشعراء كان تكريم سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية. كان تكريمه عزيز جدا على نفسي، وتحدث معي حديث ينم عن ثقافة أدبية عميقة، تنم عن قراءة لتراثنا العربي. كان يتحدث عن دور الشاعر في تكريس وتخليد الدول، نصحني بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة. شرفني سمو الأمير باختياري لإلقاء قصيدة حفل استقبال سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في زيارته الأولى إلى المنطقة الشرقية. أعتقد أن سمو الأمير حين اختارني كان يريد أن يتيح فرصة للدماء الجديدة. قبل الحفل بأيام استمع سمو الأمير إلى القصيدة وقال بأن القصيدة أطربته، وكانت لديه ملاحظة صغيرة. قال لي: أبياتك عظيمة، ولكن عليك أن تقول البيت بطريقة تتيح للآخر أن يصفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن سمو الأمير كان يشير إلى طريقة الإلقاء المتعارف عليه في مثل هذه الاحتفالات. واخترت أن أظهر كما أنا. مخطوطة القرى والظلال. أثناء إلقاء القصيدة: وطن دون حوضه نتفانى. كان الصمت يعم القاعة، وعن العيش فيه لا نتوانى. كان في نوع من الاستغراب من عمر الشاعر، وربما حتى من هذه الحنجرة. رب حي عليه ظل شهيدا في هواه. قبل الحفل بساعات رحت أستريح عند أحد الأصدقاء اللي كان ساكن قريب من مقر الحفل. ويومه
ما حان. وهذا صديق كريم جدا فكان ملزم اللي يضيفني وشهيد له وما زال حيا بين أرواحنا. طبعا أنا ما أشرب المشروبات الساخنة أبدا يعني. والذي حوله نلف الأيادي لكن أصر أشرب البابونج. والذي في ظلاله نتدانى. قال هذا زين ويروق لك أعصابك. وستحيا البلاد أرضا وشعبا طالما كان شيخها سلمانا. استسلمت للأمر الواقع والظاهر أن هذا البابونج ما هدأ لي أعصابي وبس. الظاهر أنه خدر لي أعصابي. نحن لا نسكن البيوت ففينا ملك في فؤاده سكنانا. انتهى الحفل ورجعت البيت والأمور كانت طيبة. كانت عندي امتحانات يعني وقتها في الجامعة. حتى يومين بعد الحفل جلست الصباح كان تويتر شوي وينفجر من عدد التفاعلات اللي موجودة على حسابي. تقول قصيدة زي كذا بالأداء هذا؟ نحن أحد شعراء الزلفي. الله يبارك. طبعا ليس مثل سكنانا. شخصة أكيد إن إنسان مرة كويس لكن إن نشوف الإلقاء مرة يعني كري. ولو كان هذا الشاعر يلقي في العصر العباسي لقطع رأسه. استغربت جدا من هذا الانقضاض المفاجئ. في تويتر ما كان الموضوع كله مزح. كان في استهجان حقيقي وامتعاض من هذا الكائن الغريب اللي ظهر فجأة وجالس يقول شعر غير مفهوم بالطريقة غير مألوفة. فرق شاسع بين النقد المنقول والنقد المعقول. أنا أقول جميلة القصيدة لأن فلان قال جميلة، وأقول خانه الإلقاء مثلا لأن أيضا فلان قال خانه الإلقاء. هذه أكثر كلمة يمكن سمعتها وترد لي في تويتر إلى يومك. لو أكح في تويتر يجيني واحد يقول لي خانه الإلقاء يعني. ترى يا جماعة اللي خاني ما هو الإلقاء، اللي خاني البابونج يا جماعة. هذا الظهور الذي ظهرت فيه أو هذا الأداء هو نفس أدائي في أمير الشعراء في سوق عكاظ وفي كل مشاركاتي العربية والمحلية. ما عدت أقدر أعيش حياتي بسلاسة يعني. في الجامعة مثلا كان الطلاب يطردوني بالكاميرات في الأسياب. ما كنت أعرف أقضي من الأسواق، ما كنت أعرف أطلع مع عيالي، ما كنت. أنا كنت عايش حياتي يعني ما كنت مكتئب أو متأزم أبدا. الحمد لله أنا قوتي لا توصف ومجاديفي ما تتكسر، لكن اللي حولي تأذوا كثير، تأذوا أكثر مني. إنهم أيضا كانوا يتعرضون للتنمر بالنيابة. يعني أتذكر أبناء أختي مثلا كانوا يرجعوا من المدرسة زعلانين يعني يبكون أحيانا، ما أبي أرجع المدرسة لأنه في ناس تطقطق علينا بسبب هذا الموضوع. أعتقد أني فعلت وضعية نوم المؤلف هذه لعدة سنوات. أنام من أجفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. وكانت الأمور طيبة يعني. ما أوذي شاعر مثل ما أوذيت، ربما استغرب منها الكثير. طيب أنت متماسك وقوي وما شاء الله عليك، شو اللي خليك الآن بعد كل هالسنين تغرد بهذه التغريدة؟ هي بمثابة قول يكفي. السالفة مسخت يعني يا جماعة، خلاص يعني خلونا نعيش حياتنا. المشكلة أنه إلى الآن لم يتم تجاوز الأمر يعني 7 سنوات تقريبا، ولم تزل هذه يعني القضية طازجة عند الكثير وفرصة للتندر والضحك وإلقاء النكات وإلى آخره. منزعج من ردود الفعل على قصيدة الأخيرة. أنا أمي إذا مسحت على رأسي جلتها مثلما تجلى الأواني من هموم القمح.
في يوم الأم عن الوالدة كانت قصيدة أعتقد أنها دافئة وحميمة وأنا جالس أشارك الناس جزء من حياتي الخاصة أحكي لنا اللي صار يعني يعني يدهشونك بالثقة العالية حين مثلا يطلقون الأحكام على القصيدة أن هذا ليس شعر، شعر غير موزون، كلام فاضي، أو أنه لا يمت إلى الشعر بصلة، أو أنه الشعر بمثابة جريمة في حق اللغة العربية والشعر العربي الأصيل يا جماعة ترى احنا فاهمين الأصالة غلط. يؤذيني أنه بدل ما نكون احنا والشاعر على الزمن نصير احنا والزمن على الشاعر. هذا الذي يؤذيني، ويؤذيني أكثر ما يؤذيني أن يختزل حيدر العبد الله في قصيدة واحدة، في لحظة واحدة، في بيت واحد، في كلمة واحدة، وتنسى كل إسهاماته الأدبية السابقة واللاحقة. أنا رشحت نفسي للمشاركة في حفل التخرج عام 2018، وفي الحقيقة أنه لم يسمح لي بالمشاركة، وكان يعني تعقيب لجنة الحفل أن إلقائك هذا يعني يستدعي قصيدتك تلك، وبالتالي لا أعتقد أنها مناسبة للحفل. حرماني من المشاركة في حفل تخرجي كان يعني وما يزال من أكبر الخيبات التي تلقيتها كشاعر. طبعا قبل حفل التخرج بأسبوع رزقت بطفلتي الأولى رشا، فأثرت أن أشاهد حفل التخرج من البيت برفقة رشا وأم رشا. ارتديت بشت التخرج وشغلت اليوتيوب، ابتدى الحفل. وهبت عاصفة، عاصفة قوية يعني أفسدت الحفل. فالتفت على مرشة وقلت لعلها خيرة يا مرشة. تخيلي عاد يعني موقف الطلاب المساكين يدوروها من الهوى ولا من الشاعر. كانت خيرة. البستان اليوم ما هو مثل البستان يوم كنت صغير. بعض الأعمام غادروا البستان فصار البستان أصغر، لكن في الفترة الأخيرة فكرت أنا وأخواني أنه ليش ما نحول هذه الأرض اللي كانت سابقا بيت جدتي إلى مساحة للعب، والآن يقضي الأطفال فيها يعني أحلى أيام عمرهم. الله يستر من المعاريس والعرايس.